للمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ صلاح وهبة الباحث بالمركز المصري للبحوث والدراسات الاستراتيجية. بعد التحية أستاذ صلاح، لأي مدى تهدد المنطقة مخاطر في ظل التصعيد الأخير على الجبهة اللبنانية وفي ضوء دعوة الرئيس السيسي اليوم من مخاطر فتح جبهة جديدة في لبنان؟ اهلا بك يا فندم وسادة المشاهدين. في الحقيقه احنا شفنا النهارده يعني حلقه جديده من التصعيد اللي موجود في المنطقه منذ 10 اشهر. الهجوم بتاع حزب الله فجر اليوم وما قبله من صد من جانب اسرائيل واستهداف عدد من النقاط واسقاط الهجوم او اسقاط عدد من الصواريخ والطائرات المسيره التي تم اطلاقها باتجاه اسرائيل، هي بتكشف ان دايما يعني مصر كانت تحت تحذيراتها دائما ما كانت في موضع صحيح. احنا بنشوف النهارده ان الامن الاقليمي برمته بيواجه منعطف خطير للغايه، يرتبط مفتاح الحل بهذه التهديدات والتوترات في انهاء الحرب في قطاع غزه، وهو المطلب والهدف الرئيسي والتحذير المصري الرئيسي منذ اندلاع هذه الاحداث. لكن استاذ صلاح، في ذكر انهاء الحرب في قطاع غزه، كيف ترى اهميه التوصل حاليا لوقف الحرب بقطاع غزه واهميته من اجل استقرار المنطقه ايضا؟ هو انهاء الحرب في قطاع غزه هي بتمثل المفتاح الرئيسي لانهاء كل هذه الحاله من التوتر، وهو ده الامر اللي بتؤكد عليه مصر مرارا وتكرارا، وبيحمل المجتمع الدولي مسؤوليه دعم الجهود وبذل الضغوط اللازمه على اطراف الصراع لانهاء وتسويه الازمه الحاليه. احنا بنتكلم عن جهود مصريه امريكيه قطريه مشتركه منخرطه للغايه في التفاعل مع كافه شبكات الملف المعقد للغايه في قطاع غزه. بنتكلم عن تعنت اسرائيل غير مسبوق لا يهدف على الإطلاق للتوصل لحل وإنهاء الأزمة الحالية، لكن بالرغم من ذلك بنجد أن الجهود المصرية والأمريكية والقطرية لا تتوقف. هناك جولة مفاوضات بيتم إجراءها في القاهرة خلال هذه الأيام، من المأمول أن يتم فيها الضغط بشكل أكبر على الجانب الإسرائيلي لعدم التعنت وعدم إنهاء وعدم فرض المزيد من الشروط التعجيزية لإنهاء الحرب، وده اللي بيفرض على المجتمع الدولي بذل المزيد من الإجراءات ومن الخطوات لدفع إسرائيل على القبول بهذا المقترح والتواصل لوقف إطلاق النار وإنهاء الحرب في قطاع غزة. لكن أستاذ صلاح، هل تتوقع مزيد من التصعيد في الجبهة اللبنانية حاليا؟ من المرجح ان هو ما يكونش في تصعيد يعني كبير في خلال الايام القادمه، وده سعيا من حزب الله ومن اسرائيل على عدم توسع حده الصراع بينهما والحفاظ على معادله الاشتباك القائمه منذ اشهر. احنا بنتكلم على السياق او معادله الاشتباك ما بين حزب الله وما بين اسرائيل، لما نيجي نتابعها هنلاقي ان هي ماشيه بوتيره شبه ثابته، بتتكلم عن بنك اهداف قد يزيد قليلا قد يقل قليلا، لكن لا يوجد فيه تطور نوعي. لكن من المرجح ان لو هيتم رد ايراني على عمليه اغتيال اسماعيل هنيه في الايام القادمه قد نشهد مشاركه من جانب حزب الله، لكن في ضوء الهجوم اليوم واعلان حزب الله انهاء الهجمه بتاعت اليوم واعلان اسرائيل انها صدت الهجوم بتاع حزب الله، فمن المرجح ان احنا ما نشوفش تصعيد كبير في الفتره القليله القادمه. لكن في حال ان ايران قررت انها تشارك برد قد يشارك حزب الله، لو قامت اسرائيل بتنفيذ عمليه اغتيال كبيره تجاه احد القيادات او الكوادر الرئيسيه في حزب الله، فده سيتبعه رد من حزب الله، او في حال قامت اسرائيل بقصف اهداف كبيره او شن عمليه موسعه اتجاه الجنوب اللبناني، فمن المؤكد ان هيكون في تصعيد كبير من جانب حزب الله، قد يكون على غرار حرب 2006 وقد يكون اكبر قليلا. لكن استاذ صلاح، كان هناك تصريح اليوم لقياده الحزب لحسن نصر الله رئيس حزب الله اللبناني، وقال ان الرد على اغتيال القيادي فؤاد شكر كان يمكن ان تعني الفشل، ماذا يعني ذلك؟ هو كان من المنتظر من منظمات اغتيال فؤاد شكر نظرا لحساسيه منصبه وان هو يعد من احد ابرز القاده العسكريين في حزب الله، كان من المنتظر الرد للحزب على مدار الايام الماضيه، وشفنا مجموعه من التحركات للحزب، وشفنا ان كان في دايما يعني تاكيد على ان هيتم الرد، وان كان ممكن يعني لو بنتكلم على توقعات متعدده للرد الاسرائيلي لرد حزب الله على اسرائيل، وشفنا عمليات مقابله من جانب اسرائيل في تتمثلت في فتح الملاجئ ورفع حاله الاستعداد وغيرها، كل ده بيؤكد ان او بيشير ان كان في تحسب اسرائيلي كبير لعمليه الرد على
عمليه اغتيال فؤاد شكر وعلى حجم الرد المتوقع من الحزب والبنك الاهداف اللي هو ممكن يستهدفه. فبالتالي النهارده تصريحات رئيس حزب الله حسن نصر الله بتؤكد ان الحزب قام اوريدي او قام بالفعل بعمليه الصقر لمقتل القائد فؤاد شكر، وان اليوم قد يمثل ان هو المرحله الاولى قد يتبعها مجموعه اخرى من الردود. لكن في الاخر احنا بنتكلم على ان الواقع في الايام الماضيه هو اللي هيحدد شكله طرفين الازمه. اشكرك استاذ صلاح وهبه الباحث بالمركز المصري للبحوث والدراسات، شكرا جزيلا.